طب والله العظيم انت مفتري بقى. انا نصابه طبعا، نصابه وستين نصابه. ده انا واخوكي ما عرفناش نقنعها وانت جيتي كده بلفتيها بمكالمه واحده. يبقى نصابه ولا لا؟ لا يا فالح، هبقى على حق، والحق دايما بيكسب. عشان كده لما بنتخانق انا دايما بكسب. يا سلام، مش يمكن انا يعني اكون باخدك على قد عقلك وبكبر دماغي؟ يا بوب، مين ده اللي بيكبر دماغه؟ ده انت اكتر واحد في الدنيا بتقف على واحده. كده ايه، هتقول حاجه في دي كمان؟ لا، انا عايز اقول حاجه واحده بس. عايز اقول انت وحشتيني، وحشتيني قوي كمان يا مشمش. على فكره البيت ضلمه وكئيب وملوش اي طعم من غيرك. انتوا كمان وحشتوني قوي. انا حاسه ان انا بقالي سنه ما شفتكوش. بقى هات الكاميرا على يحيى مره كمان عشان خاطري. أو يا ست، يا روح قلب مامي، بص نايم زي الملايكة ازاي؟ ملايكة ايه؟ ملايكة ايه؟ ده شطان ابن شياطين. سليني انا احسن عشان تعرفوا قيمتي، وعشان يعرف الفرق بيني وبينك. خليكوا بقى تعاملوا مع بعض كده شوية عشان لما ارجع تعرفوا قيمتي كويس. يا حبيبتي قيمتك كبيرة واضحة زي الشمس، مش محتاجين حاجة تعرفنا قيمتك. ربنا يخليك لينا يا رب. ويخليكوا ليا يا حبيبي. الحقيقة دكتور، العيان اللي في الاي سي يو 7 ارستد. طب يا بهاء، انا لازم اقفل دلوقتي، هكلمك تاني. سلام. طيب ماشي، خلي بالك على نفسك يا مشمش. ها، باي يا حبيبتي. اشترك دلوقتي واتفرج على كل اللي نفسك فيه. واتش ات، ما تخليش حاجه تفوتك.